مبكر لسرطان الثدي يعتبر بدون شك هو كافي لتنجو السيدة تماما من هذا المرض، بينما عدم اكتشاف هذا المرض بشكل مبكر يمكن أن يشكل خطورة على حياة السيدة. ومن أجل ذلك يكون هناك التوعية من أجل الفحص الذاتي للثدي، يكون هناك الفحص من قبل القابلات وأطباء النسائية، أيضا هناك طبعا يتوفر تصوير وهو تصوير الماموغرام والإيكو للثدي. وطبعا بمجرد اكتشاف أي مرض لأي سيدة يكون التدخل من قبل الأطباء من أجل إعطائهم العلاج أو إعطائهن العلاج المناسب. هالنشاط هو لحتى مثل ما نشوفه مشاركة من رجال الدين، من الرفاق الحزبيين، من الهيئات المجتمعية، من الطلاب، عن أهمية نشر ثقافة واعية عن أهمية الفحص ومتابعة كل ما يتعلق بصحة المرأة وصحة الثدي وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ليساوي إنقاذ حياة. فنحن أمام هالرسالة السامية اللي نحن متمسكين فيها من خلال إيماننا بالله، إيماننا بالحياة، إيماننا بقدسية الحياة وأهمية الأم والمرأة في حياة مجتمعنا السوري. كمديرية صحة ريف دمشق في عنا نشاطات خلال شهر التوعية بتتضمن محاضرات، بتتضمن مسيرات، بتتضمن محاضرات توعية، كان بالمراكز الثقافية ولا بالتجمعات وبالمشاركة مع المنظمات والجمعيات الأهلية والفعاليات لنشر التوعية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأن الكشف المبكر يعني نسبة شفاء أكثر من 90%. لازم تتظافر الجهود كافة من فئات دينية ومؤسسات اجتماعية كافة وطلبة لتوعية من خطورة من الحالات المرضية. ونحن اليوم يعني مختص اليوم المسير بموضوع معين وهو سرطان الثدي.